كان الواجب عليه الصيام الواجب ان رافع الصيام عاشوراء او عرفه جنب من هو المفروض انه لا يجمع بين اليدين، يعني اذا كان على الصيام واجب واراد يصوم يوم عاشوراء بنيه القضاء الواجب، هو ربما يجزئه يعتبر انه صام عاشوراء بنيه الفرض، والمقصود يوقع الصيام في هذا اليوم. ولكن لو انه صام عاشوراء واخر الفرض لكان افضل، لان هذا يحتاج الى نيه مستقله والى عباده مستقله، ولان الدافع رميت على الصيام وقضاء الفرض وليس هو ذات اليوم، فاقل اجره. نعم.